دونك ندوزو للمقروط. بعدا طلبتيني عليها سناء. ايوه، لانه عجبني في الشكل ديالو. عندنا فيه زلافه مخلطه بالفوس والنشا وجوج زلايف ديال السميده رقيقه مع شويه ديال الملحه مع 5 المعالق ديال السكر سنيده وزلافه مخلطه بين زبده مذوبه ومصفيه من الماء ونكملوا عليها بالزيت. وضروري يكون الاكتاي الزبده. واخا تعاودي لنا المقادير الا سمحتي. فيها زلافه ديال الفوس مخلطه مع النشا وجوج زلايف ديال السميده رقيقه وملحه وخمسة المعالق كبار ديال سنيده ونص زلافه مخلطه بين الزبده والزيت وداك الزبده تتكون مذوبه ومصفيه. تنخلطوا هاد الخليط هذا كامل ديال الفوس والنشا والسميده تنحكوه بين يدينا ونبسبسوه مزيان باش ديك الزبده تدخل في ديك السميده وتنخليوه يرتاح واحد نص ساعه. ومن بعد تنعجنوه بالماء الزهر حتى تتشكل عندي عجينه متماسكه وطغيه ونخليها ترتاح اكثر مده ممكن. انما فيه لا خميره لا والو. اللي بغات تستعمل الخميره ماشي مشكل، يعني دير واحد الرويز ديال المعلقه. عندنا الحشو، عندنا فيه عجينه ديال التمر واحد 100 غرام على حسب العجينه اللي غينوضوا الناس يعجنوا. وفيها 250 غرام ديال اللوز مسلوق ومحمر ومهرمش، وعندنا شويه ديال القرفه، وعندنا مسكه حره، وعندنا معلقه زبده باش نجمعوا هاد العجين هذا. ايه، وانا غا بعض المرات تنضيف تاع حلاوه الترك. ايه، الا كانت عندي موجوده غا تنستعملها معاهم. تنشكلوا كويرات من هاد الحشوه هادي ديال التمر. ايه، وتنديروها في كوره ديال ديك العجينه ديال المقروط ديال السميده. ايه، وتنديرها كوره بيدي. هادي طريقتي. ايه، وتناخذوا واحد المرشم راه تنسميوه مرشم ديال الورده ديال الحديد، تنستعملوا حنا في واحد الحلوه تنقليوها زيت وتنطبعوها به. انا غنصيفط لك التصويره ديالو سناء باش تعرفيه. ايه شتا، لا فعلا شتا، هذيك اللي كيديروا بها يعني الحلوه ديال بحال ديال الحلوه ديال الغراف، هذيك الورده. ايه هذيك الورده. او ممكن يستعملوا الطربع ديال المقورط. ايه ندوزو دابا. وبيان سور ملي انا ما تنقليهش، انا تنفضل دائما ندخلو الفران هكذاك، يعني كتستوي في اللاطه وتدخلي الفران. انا تندخلو الا درتيه بالطابع اللي قلت لك انا من الافضل تدخلي الفران باش ما يتحسلكش الزيت. ومن بعد تتخرجي تتعسليه وديك التقيبه تديري فيها لوزه محمره. ايه واخا، وتقدميه. وبهذاك المرشم هكا ديال الورده يعني كيتجي حتى المقروط يعني كيجي كبير في الحجم ديالو، يعني هو الكبوريه على حسب انت اللي بغيتي. فهمتي؟ يعني بغيتي ديريهم صغيورين ديريهم، بغيتي ديريهم كبار ديريهم، على حسب عينيك. واخا.